presentation or manifestation of extra general matter. مفهوم يا شباب الكلام ده؟ الإبيديورال هيماتوما اللي هي تروماتيك إن أوريجن should be differentiated من إبيديورال هيماتوما قلناها قبل كده اللي هي اسمها إيه؟ هيت هيماتوما اللي بتبقى مع مين؟ مع ثيرمال فراكتشر. وعملنا الجدول الكبير الجميل ده اللي هو بتوين الثيرمال فراكتشر وبتوين التروماتيك إبيديورال هيماتوما، هما الاثنين في الإبيديورال سبيس تمام؟ ولكن في ديفرنس في الهيماتوماز ما بينهما. الديفرنس إيه بقى؟ هيت هيماتوما بتبقى كاركترايزد باي بينج إيه؟ براون، بنسميها شوكليت براون، بتبقى حجمها ايه سمول ان سايز، ما بتبقاش كبيره ولا كفرنج او ماليه الابيديورال سبيس. والديفرنشيشن الثانيه بقى البرين شكله ايه والسكال شكلها ايه والبوست مورتم بيكتشر والكلام ده. اوكي، واهم حاجه بقى في اليوسيد انترفيو اللي بنتسال عليها دايما، ايه هي الميديكال امبورتنس بتاعت اليوسيد انترفيو دي؟ ايه قيمه فقره الصحه؟ vessels اللي هي الفينس اللي هي تين وولد اللي هي passing between الجيو رايحه على البرين كيف تتغير ويحصل الرجرجه الجامده دي. ولكن الطفل لا، الماسلز بتاعته الناك بتاعته ضعيفه، فالرجه الجامده دي فعلا بتروج الهيد كويس جامد وبتعمل له ديست شيكنج موفمنت. لما تعمل له الشيكنج موفمنت ده خد بالك بقى، شايف البرين حصل له ايه؟ الاحمر المنور ده هو ايه؟ دي مالتيبل هيماتوم بس حصلت في البرين، لان البرين بيترج جوه الدماغ. اوكي، بيحصل ديتاتشمنت في الفيسلز اللي في الساب ديورال هيماتوم اللي في الساب ديورال سبيس، ويبتدي يحصل له هيماتومز بالمنظر ده جوه دماغه، وبيحصل له كمان ريتينال هامرج ويموت. وكمان حاله الشيكن بيبي سيندروم دي او الوفيات من الشيكن بيبي سيندروم من الصعب المكان ان انت بتشخصها بعد الوفاه، يعني تشخصها بدون ما تعمل اوتوبسي. اوكي، كتير قوي بنعتبرها ايه سادن داث، بنعتبرها يعني داث اوف انون اوريجن، صعب ان احنا نوصفها قوي. في احسن سنتر مش عندنا هنا بس، يعني في وورلد وايد التشخيص بتاعها صعب قوي، اكسبت لو حد شك او حد هيستوري او في تكرار مثلا عيل في اثنين في ثلاثه في نفس الفاميلي، بنبص نلاقي بنطلب اوتوبسي ونشوف بقى، بنلاقي الفاينلز اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي الموست كاركترستيك فاينل فيها اللي هي ايه؟ اللي هي الساب جيورال هيماتوما بلس الريتينال هامرج. اوكي، ممكن تحصل لي الساب جيورال هامرج دي كرونيك، يعني اتكونت على او بتعرض للتروما على فترات مختلفه لدرجه ان هي توصل بقى في النهايه ان هي يحصل لي ديس كرونيك هيماتوما. امتى بتحصل كده؟ لو حصل ماينر تروماز، خبطات متكرره بسيطه جدا فيري ماينر، وبتحصل مع الناس اللي هم يعني مش اورينتد قوي، يدوخوا ويقعوا زي مين؟ زي الناس اللي هم معتادي شرب الخمور وبيدروخوا وبيتطوحوا، زي الناس الدايابيتكس كتير قوي يدوخوا ويقعوا. اوكي، ف يعني الناس الكبار برضو لو مثلا بيعاني مثلا من حاجات مانتل ديزيز زي ما عرفنا بعد كده، فبيحصل له بيقع كتير، كل ما يقع ويتخبط يحصل له تروما بسيطه في تروما بسيطه في تروما بسيطه بعد كده. فبص تلاقي لو بصينا على الكرونيك ساب ديورال هيماتوما دي على في البوست مورتم هنلاقيها معموله من لايرز كده. ليه؟ لان هي ديفرنت هيلينج ستيجز بتهيل، يعني حصلت التروما دي وهيل وضربت لها بقى فيها بروزس فيها جرانيوليشن تيشو، وبعد كده يحصل تروما بعديها احدث منها فتروما بعديها، فتلاقي الهيلينج ستيجز مختلفه. بتدينوت ايه؟ ان دي مش بتاعت تروما واحده، دي مالتيبل تروما بتحصل فريكونتلي، فتبتدي يبان بالمنظر ده اللي هو المالتيبل جريدنج ان ديس هيماتوما. بيشتكي من ايه الراجل بتاع السب جيورال هيماتوما ده؟ بيشتكي على ان هو على طول عنده مصدع، مدروخ، كونفيوزد، لان طبعا بتاثر على اكوردنج للسايت بتاعتها اللي حصل فيها، مأثر على انه برين سنتر، فبيبتدي يشتكي من الحاجات اللي هي بتاعت الكرونيال مانيفستيشن دي، او ان هو بيعمل تشينجز مثلا ولا واتس ايفر، ودول على سبيل الاكزامبل مش على سبيل الحصر. يبقى ذيس از اكيوت. مش على حسب الليفنج بتاعها والجرانيوليشن دي شو اخبارها. طب انا اقول ان هو اللي اكيوت ما ينفعش اعمل ام ار اي. ما هو لما امتى اعمل ام ار اي؟ بوست مارتم اعمل له اوتوبسي احسن. يعني هم برضه مش هيقدروا يعملوا له حاجه، هم مش متخيلين ان هو الشكل اللي
هي دايما بتكتشفها اكسيدنت. يعني هو يعني حتى انت مفيش حاجه تخليكي يعني اون ذا اوتر اسبيكت او الاكسترنال اكزامينشن تبوش يو ان انت تعملي بوست مورتم اكزامينشن باي طريقه. لكن لو فور statistical purposes او فور study purposes او حاجه فيك مثلا تعملي سكريننج لكل وفيات الستادن داسف يطلع لك نسبه بينهم اللي هم مش الاكيوت. يعني الهيماتومز الاكيوت هيماتومز لو كبيره شويه هي اللي بتبقى. اوكي نيجي نبص للصوره دي جميله جدا وموجوده عندنا في الكتاب اللي بتوريك الفرق بين الاكيجيورال والساب جيورال هيماتوما. مين معايا فراكتشر؟ مين الاحمر الاول ومين الازرق؟ الاحمر اللي هو الارتيريال اوكي اللي هو مين؟ بتاع الميدل لانجل ارت اللي هو مينلي ارتيريال اللي هو الابيديورال. الازرق اللي هو الفينس اللي هو مين؟ بتاع الفينس بتاع الثيم وولد فيسلز بتاع الماينر تروما اللي هو الساب جيورال هيمرج. مين اللي بيبقى فوق الجيورا؟ اوكي مين؟ الجيورا اللي فوق الجيورا اللي تحت الجيورا الجيورا البيضاء دي تحت الجيورا هو مين؟ هو الساب جيورا اللي تحت الجيورا اهو. ومين اللي معاه فراكتشر؟ هو الابيديورال. مين اللي الهيد سليم الاسكال سليمه ومعهوش فراكتشر؟ هو الساب جيورا لان هي ماينر هيماتوما ماينر تروما او انرشيال تروما مفيش اوبجكت فمش هتعمل لي فراكتشر في الاسكال. ونبص على الجدول ده جدول مهم. مين المور كومن؟ الساب جيورا ولا الابيديورا؟ الساب جيورا لان هي مش محتاجه اوبجكت جامد وماينر تروما والاتاكينج الثين وولد فيسلز فبيتس مور فريكونت ذان الابيديورال. مين البليدر هنا؟ البليدر في الابيديورال اللي هو ارتيريال اللي هو غالبا الميدل مننجيال ارتري اللي نايم على التمبل وول من جوه. والساب جيورال البليدر فيها هو فينس اللي هم البريدجنج فينس. التروما وات تايب اوف تروما؟ غالبا الابيديورال هيماتوما بتبقى دايركت فوكال يونيلاترال تروما وغالبا بتبقى على التمبرال بون. والساب جيورال هيماتوما غالبا ما بتبقى انرشيل يعني نان اوبجكت باي مين اوف نو اوبجكت بلس ان هي ممكن تبقى لو كانت باوبجكت فولز او الكلام ده بتبقى ماينر تروما. لكن في المقام الاول ات از انرشيل. مين معاه سكال فراكتشر؟ الابيديورال غالبا ان 85% اوف كيسز معاها سكال فراكتشر لكن الساب جيورال هيماتوما ما عندوش خالص سكال فراكتشر. والسايد قلنا الابيديورال بين السكال والجيورا والساب جيورال بين الجيورا والاركيوت. اوكي نبص هنا على الصوره دي ونشوف الساب اراكينويد هامرج. والساب اراكينويد هامرج اللي هو موجود فين؟ هو الرمادي اللي في النص ده اللي فاجينيتد ده هو مين؟ هو الجيورا. والاخضر ده اللي هي دي هي الاراكينويد والساب اراكينويد اللي بيبقى فيه الترافيكيولر هنا اللي ما بين اللي تحت الاراكينويد على طول. اوكي اول تايب من الساب جيورال هيماتوما هو الباثولوجيكال ساب سوري الساب اراكينويد هامرج. هو الباثولوجيكال ساب اراكينويد هامرج والباثولوجيكال ساب اراكينويد هامرج بيبقى نتيجة لحاجة من اثنين. يا إما كان في الأصل انترا سيريبرال هامرج يعني هامرج جوه السبستنس بتاعت البرين وسرح وطلع لبره. أول ما هيسرح يطلع لبره بيقابل مين؟ مين المننجيز اللي لازقة في البرين؟ البيا. البيا مفيش سبيس ما عندهاش بوتنشال سبيس فيروح خارج لبره فوق البيا. يعني البيا دي كأنها لاير من البرين خارج لبره. اول ما هيخرج هيخرج في ايه؟ يروح فين؟ البوتنشال سبيس اللي موجود عندي؟ السبع اركينويد سبيس. يبقى هو كان في الاصل انتراسيريبرال خرج لي لبره سرح لبره كبر وفوت لبره فهيفوت على فانو سبيس على الانترا على السبع اركينويد سبيس. تمام؟ يا اما يكون نتيجه لكونجنتال انوميلي او اكوايرد انيوريزم. انيوريزم يعني ايه؟ انيوريزم يعني ذيس از انيوريزم. This is weakness in a certain point in the vessels, in the cerebral vessels. Then this ballooning or dilatation at this weak point in the wall, okay? وعشان هي weak وعشان هي ballooned, it is liable to a rupture. تمام؟ فالراكشر ده بيبقى expected. أي واحد عنده aneurysm expect إن هو بقى rupture. وأي واحد يحصل له rupture نقول باحتمال يكون عنده كان عنده aneurysm.
تمام. الانيوريزم ده ممكن يبقى كونجنتال وممكن يبقى مايكوتيك. تمام. الكونجنتال اللي هو از كونجنتال مالفورميشن بيبقى فين بقى كونجنتال؟ بيبقى في السيركل اوف ويلز. السيركل اوف ويلز دي اللي هي المين سبلاي بتاع السيريبرال فاسكولار سبلاي، بتبقى موجوده فين؟ البرين. انا شكله ايه؟ مقلوب. اوكي، يعني البرين كده من فوق، البرين ده من تحت، بصيت له من تحت، يبقى بيزل عند البيز اوف ذا برين. يبقى دايما الكونجنتال ده اهو الانتفاخات دي بتبقى موجوده فين؟ في السيركل اوف ويلز. الانتفاخ اهو من الانتفاخات دايلاتيشن او انيوريزم موجود في السيركل اوف ويلز اللي موجوده ات ذا بيز اوف ذا برين. عشان كده الكونجنتال انيوريزم ده لو عمل هامرج، الهامرج بيبقى ايه؟ بيزل هامرج. اوكي؟ والكونجنتال انيوريزم ده يا جماعه مور كومن ان الفيميلز. تمام؟ طب ممكن يكون حاجه اسمها مايكوتيك انيوريزم. مايكوتيك انيوريزم دي حاجه نتيجه للثرومبوتيك، مثلا عنده سبب اكل بكتيريا اندوكارديتس وحصل الديتاتشمنت في الثرومباي ودخلت راحت لي على السيريبرال فيسلز وخلقت في السيريبرال فيسلز، وابتدى بعد كده يحصل عند الحته دي يحصل فيها انيوريزم بعديها او الانطاق يحصل انيوريزم، فبنسموها مايكوتيك انيوريزم. وده بيبقى فين بقى؟ مش بيزل بقى المايكوتيك ده، بيبقى على الفيرتكس. تمام. لان كل ما جينا على الفيرتكس كل ما السيرفر فيسلز كانت اضيق شويه وكان يحصل الثرومبوزس فيها اون توب، يحصل الدايلاتيشن او الانيوريزم فورميشن دي تو فورم ذا مايكوتيك انيوريزم، فبتحصل على الفيرتكس. يبقى الكونجنتال بتحصل عند السيركل اوف ويلز. اوكي، فايه بتبقى بيزل، تعمل لي بيزل سبع الكترونات. وايل المايكوتيك بتحصل في السيريبرال فيسلز بتاعت الكورتكس بتاعت الفيرتكس، سوري، بتاعت الكاب اوف ذا برين، فبتبقى عند الفيرتكس. تمام. يبقى ذيس از وات، ذيس از باثولوجيكال سب اراكينويد هيمرج بنوعين، لو كان اكستنشن من الانترا سيريبرال هيمرج او لو كان هو بالفعل لا ده طلع في السب اراكينويد سبيس من الفيسلز نفسها. اوكي. طيب ممكن يبقى تروماتيك، مش لازم يبقى باثولوجيكال، واحنا شغلتنا في التروماتيك، احنا الناس بتوع التروماتولوجي. طب بناخد الباثولوجيك ليه يا جماعه؟ عشان مش كل واحد اتخبط ونيجي نقول لا ده نتيجه للخبط، لا هو ممكن يكون في انسس، ممكن يكون هو اصلا عنده باثولوجي، او اجي افتحه ولا اعمل له اوتوبسي الاقي عنده باثولوجي، فخلاص بقى يبقى يا جماعه هو عنده سبب، اهو مش هو مش السبب بس كان التروما. طيب التروماتيك زي ما انتم شايفين كده، يعني سبب الكيمياء هامل نتيجه للتروما، يا اما نتيجه تحصل ايه؟ كونتيوشن ولاسريشن في البرين، يعني التروما دي نفسها عملت لي كونتيوشن. كونتيوشن يعني ايه؟ يعني تهتكات، اوكي، وبروزز، اوكي، يعني كونتيوزد وونز اند كونتيوشنز ات ذا سايد اوف ذا تروما، وبالتالي راحت واخده معاها سب اركينويد سبيس، لان سب اركينويد سبيس ده هو البوتنشال سبيس اوفر البرين، لان البيه لازقه في البرين. تمام. فالتروما اللي حطول البرين سبستنس وتعمل لها كونجيوجنز تهتكات، اوكي، وكونجيوز وونز تهتكات وبروزز يعني كدمات، اكيد هتعمل لي بليدنج، والبليدنج هيظهر لي فين؟ في السب اركينويد سبيس. ايه بقى التروما اللي جايه لي من بره، اوكي، اللي هتعمل لي التهتكات وتعمل لي الكدمات اللي في البرين دي؟ هتبقى فين؟ هتبقى بيزل ولا هتبقى على الفيرتكس؟ فوق. هتبقى فوق طبعا، يا اما تيجي عند البارايتال، يا اما تيجي عند الفرونتال، يا اما تيجي عند الاكسنت، المهم انها تبقى ايه؟ في الفيرتكس، مالهاش دعوه بالبيز. تمام؟ طيب يا اما التروما تبقى في حته ثانيه، التروما مش جايه عند الهيد خالص، التروما جايه في النك. تمام؟ واديك شايف عندي في النك، اول لو اتخبط في النك هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي ارتري كبير اسمه ايه؟ الفيرتبرال ارتري، وداخل على البرين اهو، باسنج هنا على النك اهو، وداخل عند البرين. اتخبط في رقبته الارتري يفوت او يطير ويحدف لي بلاد فوق عند البرين، ولو حدف لي عند البرين انا هيحدف لي فين؟ بيزل ولا عند الفيرتكس؟ بيزل. تمام؟ وده منطق. يبقى هنا التروماتيك يا اما يبقى عند الفيرتكس يا اما عند البيز. البيزل ده لو الخبطه في النك وطيرت الفيرتبرال ارتري فهتروح ييلدنج بلاد اكيوميليت تحت البيز اوف ذا برين. ولو عند الفيرتكس يبقى امتى؟ لو اتخبط هو بره خبطه في الدماغ
فالخبطه اللي في الدماغ مش هتاثر على البيز، هتاثر على الفرونتال او البارايتال او الاوكسيبتال اللي هم اللي عند الكاب او عند الكورتكس، الكاب بتاع البرين من فوق عند الفيرتكس، فتعمل لي الهامرج عند الفيرتكس مش عند البيز. اوكي، يبقى لو قلنا البيزل سب اركنويد هامرج، اتكلم عن البيزل سب اركنويد هامرج، اتكلم على ايه؟ باثولوجيكال بتروماتيك. الباثولوجيكال اللي هو مين؟ الكونجنتال انيوريزم. اوكي، والتروماتيك اللي هو مين؟ تروما للنك وترفي الفيرتبرال ارت. ولو قلنا نتكلم على سب اركنويد هامرج على الفيرتكس، هنتكلم على مين؟ على كونجنتال برضه وعلى المايكوتيك. سوري على باثولوجيكال وعلى تروماتيك. الباثولوجيكال اللي هو المايكوتيك انيوريزم، والتروماتيك اللي هو تروما للبرين وعمليه الكونتيوشنز والليسريشن ومعاهم السب اركنويد هامرج. اوكي، نيجي بقى على الانترا سيريبرال هامرج. This is the intra cerebral hemorrhage. يعني ايه؟ يعني هامرج جوه السبستنس اوف ذا برين. تمام؟ This is what؟ This is intra cerebral جوه. This is what؟ epidural او extra dural. الدural الزرقاء هنا. This is what؟ السب الانترا سيريبرال هامرج ده البيزل دبرين يا جماعه، اهو دي الحته اللي بنسميها كوربس كالفيزون او كوربس سترايتم، ودي اكتر حته بيحصل فيها الانترا سيريبرال هامرج. وهنشوف دلوقتي الانواع الانترا سيريبرال هامرج. بس الانترا سيريبرال هامرج يا اما يبقى تروماتيك يا اما يبقى باثولوجيك. والباثولوجيك الانترا سيريبرال هامرج بنسميه ايه؟ سيريبرال ابوبليكسي. اوكي، يبقى الباثولوجيكال انترا سيريبرال هامرج بنسميه سيريبرال ابوبليكسي. خلينا في الباثولوجيكال ونشوف بس الباثولوجيكال انترا سيريبرال هامرج دي هو مين اللي بيحصل له نتيجه لباثولوجي انترا سيريبرال هامرج او نزيف في المخ. هو مين؟ هو عيان عنده باست هيستوري اوف هايبرتنشن، اثيروسكليروزس، ان كنترول. والهايبرتنشن والاثيروسكليروزس دي كومن في مين؟ ستات ولا رجاله؟ الرجاله هم اللي بيقامن فيهم، والرجاله الصغيرين ولا الكبار؟ الكبار. يعني زي ما كنتوا فوق ال 60، لا دلوقتي قال لك فوق ال 40 كمان. تمام؟ وبيبقى كومبليكيتد باي مينز ان هو يحصل له ذيس انترا سيريبرال هامج. يبقى هي دي القصه. القصه بتاعت مين من فوق ال 40 او من 40 ل 60 سنه او فوق ال 60 كمان بيحصل، عنده يعني previous past history of hypertension atherosclerosis ومعاهم الليفت فنتريكولار هايبرتروفي، يعني عشان تبقى الصوره كامله، يحصل له ال this hypertensive intracerebral hemorrhage. فين اكتر حته بتبقى موجود فيها؟ هي corpus striatum او البونز. البونز بيحصل فيه التايب اوف هامرج اللي بنسميه بونتاين هامرج، اللي بيبقى شبه شويه الاوكيويد يعني جيني كلينيكال مانيفستيشن زي الاوكيويد كوما، عشان البين بوينت بيبل كوما ريسبوند بين بوينت بيبل ومصر باراليسيس. اوكي، لو تبص للصوره اللي فوق كده، لو بصينا على شكل الانترس الباثولوجيكال انترس سيركل هامرج، هنلاقي المين بالك بتاعت الهيماتوما هو عامله زي الهيماتوما اللي فوق، عامله شكلها زي ايه؟ زي ما تكون تريانجلر وليها اكس من فوق وليها بيز من تحت، يعني البين بالك بتاعتها جوه التيشو وتفري توورز السيرفس بالمنظر لحد ما تابروتش البرين سيرفس. اوكي، طب نيجي بقى للتاني بتاع التروماتيك. قصه الراجل بتاع التروماتيك هو مين اللي حصل له انترا سيربرال هامج نتيجه للتروما؟ اي واحد، اي واحد ممكن يتخبط، واي واحد ممكن ينضرب، اي سكس واي ايج. تمام؟ يبقى سكس وايج دول نونسنس بالنسبه لي. بالنسبه للتروماتيك اني سكس اني ايج، ايه الهيستوري اللي بتيجي عندي؟ الهيستوري بتاع التروما. تروما يا اما شيلينج ستريس تروما، يا اما اكستنشن من السيرفس. التروما جايه لي من بره داخله جوه بنتريتنج تروما. اوكي، اكستنشن من السيرفس كونتيوشن. طيب السايت بتاعتها ايه؟ فين الحتت الاكسبوزد؟ يا اما تمبرال يا اما فرونتال، هم دول اكتر حتت اكسبوزد. والكاركتر بتاعتها شكلها ايه؟ الانترا سيرفر هامرج دي يا اما تبقى كو تروما يا اما تبقى كونتر كو تروما. كو تروما يعني ايه؟ يعني اد سايت اوف امباكت، يعني اتخبط في الفرونتال، يحصل له هنا الانترا سيرفر هامرج عند الفرونتال بول او بين بين.
خبط في التمبرال يحصل مثلا ليفت تمبرال يحصل له برضه اوبوزيت دي ليفت تمبرال بول اوف ذا برين. كونتر كو يعني ايه؟ يعني اتخبط في الفرونتال التروما تحصل له ايه؟ باكورد تمام؟ في الاوبوزيت اتخبط في الرايت يحصل له اون ذا اوبوزيت وهنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. اوكي؟ الانترسيبر هامج يعني اكورديون تكلم بس اكورديون برضه يعني في ناس السايت حصل الهامج مش اي سايت بالظبط في البرين اثرت على انهي سنترز الكوانتيتي مش دايما يعني احيانا بتبقى فيها كومبليكيشنز كتيره زي مثلا باراليسيس لوسز اوكي بس يعني بس يعني لوسز عنيفه تمام يبقى this is the differentiation between the two types of the intracerebral hemorrhage the traumatic and the pathological. يا جماعه التيبل ده موجود عندنا في الكتاب وفي تكست كده يعني التيبل بيترجم التكست يعني انت تقدر تقميت التكست زود بس كلمه سيريبرال ابوبليكس دي على التيبل وهتلاقي الدنيا مش فارق كتير اوكي طب احنا قلنا ان الكونتاين هامرج كونتاين باثولوجيكال هامرج should be differentiated من الاوبيويد كوما بيدخل بني ادم في كوما ونفرقه من الاوبيويد كوما والجدول ده جدول جميل جدا وموجود عندنا في التوكسيكولوجي نفتكره مع بعض الراجل بتاع الاوبيويد ده اللي دخل في كوما هما الاثنين ايه كوما وذ ايه؟ كوما وذ ايه؟ وذ بين بوينت بيبل اوكي؟ عشان كده نشوف البرعيان اللي جاي لنا في كوما وذ بين بوينت بيبل ده توكسيك ولا تروماتيك ولا باثولوجيكال سوري ده اوبيويد ولا باثولوجيكال هامرج الهيستوري بتاعه ايه؟ الهيستوري بتاع الاوبيويد بحث يعني بحث وات ايفر بقى اوبيويد بقى هيرمومر فين مش عارفه اي حاجه كونتاين هامرج بيبقى واحد لا عنده هيستوري قبل كده باثولوجيكال هيستوري بالهايبرتنشن والاثيروسكلروزز ومين وسيمنوبير والكلام اللي احنا قلنا عليه الاوبيويد ليها كاركترستيك اسمها اوكي ما عدا مين اللي ملوش اسمان في الاوبيويدز؟ لو واحد ما فيه بالظبط مش هيبقى له اسمان، الكونتاين ده مش هلاقي كاركترستيك اسمان. طب لو فحصت الليمبس هنلاقي بتاع الاوبيويدز ده ما فيش باراليسيز ولا حاجه. الليمبس بتاعته سليمه لكن بتاع الكونتاين ده مش ده طب الريفلكسز هتلاقي بتاع الاوبيويدز لاجج لان هو ده سي ان اس ديبريسنت دراج او سبستنس الكونتاين هامرج لا بتلاقي فيه ادابتيشن بتلاقي اكزاجريشن في الريفلكسز لان ده بيخش فيه الكونكشن والكومبريشن ونشوف بقى الشغل بتاع الريفلكس بعد كده الاوبيويد بيخلي التمبرتشر سب نورمال ليه؟ لنفس السبب بتي ان اس ديبرس بيدبرس كل حاجه لكن الكونتاين هامرج ده بيدخلني في كومبريشن والكومبريشن بتعمل لي فيبر اللي بنسميها سيريبرال فيبر فبيبقى حرارته مرتفعه تمام؟ لو عملنا اناليسيز عشان نشوف دراج ديتكشن هنقدر ديتكت الاوبيويد هيبقى بوزيتيف للاوبيويد وهيبقى نيجاتيف طبعا للكونتاين هامرج مش هنتكت اي حاجه لان هو مش واخد حاجه اصلا مفيش يعني هيستوري اوف انتيك لاي حاجه الجدول ده مهم يا جماعه يعني اوريك صوره فين الكونس هنا يا جماعه الحته اللي بيحصل فيها الكونتاين هامرج بالظبط كده ذيس از ذا كونس احنا كده بنحصل فيه الكونتاين هامرج اوكي كده خلصنا يا جماعه الباسكولار انجريز ندخل بقى على البرين انجريز اللي هي انجري جوه السبستنس بتاعت البرين اللي يا اما تبقى لوكالايزد يعني فوكس في مكان معين يا اما تبقى ديفيوز ان هو البرين هو الافكتد بذيس انجري لو ان فوكس معين الفوكس ده يحصل ايه في الفوكس ده؟ يحصل يا اما كده مات يا اما ثلاث توكات يا اما كونتروشنز يا اما كونتروز وونز او لاسريتد وونز يا اما كو يا اما كونتر كو كو عند البوينت اوف امباكت كونتر كو عكس البوينت اوف امباكت اوبوزيت وونز يا اما يحصل ديفيوز كل البريك سابس تتاثر في صوره الحاجتين اللي احنا لسه قايلين عليهم الكونكشن والكونكشن وصوره حاجه ثانيه اسمها ديفيوز ادزونر انش. احنا مش هنخلص الفاير ارمز يا رب نخلص اوكي. سيرفر قلنا يا كو يا كونتر كو زي ما انتم شايفين وادي كو وادي كونتر الصوره الجميله الموجوده عندنا في الفيديو هو هنا خبط بالاوبجكت. فين الاوبجكت؟ هو الستيك تمام خبط البرين في البوينت دي فالبرين في سوري خبط السكال او الهيد في البوينت دي فالسكال اتحركت بسرعه اكتر من يعني جت لمست في البرين اوكي فالبرين حصل له كونتاكتنج بالريجلر سيرفيس بتاعت السكال من جوه يعني السكال لحقت البرين تمام
هيحصل لكم شوش ولاسريشن at the point of impact. تمام؟ طيب هنا بقى بعد كده البرين اتحرك راح خابط راجع ورا تقهقر كده ورا شويه خبط في ايه؟ في الباك بتاع السكار حصل له كونتيوجنز في الاوبوزيت يعني هو يا اما يحصل كوب يا اما يحصل كوب في كوب لا هما الاثنين يحصلوا مع بعض ممكن يحصل الاثنين مع بعض ممكن يحصل الكوب بس ممكن يحصل الكونتر كوب بس اوكي يبقى ممكن قوي 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 الاثنين يحصلوا مع بعض يعني ممكن الاقي عندي تروما حته الاوبوزيت لبعض انتيريور وبوستيريور رايت وليفت ده معناه ان هو مضروب من الرايت ومضروب من الليفت لا ده معناه انه واخد ضربه واحده بس وعشان الكو والكونتر كو حصل المنظر ده اوكي يبقى الكو ذيس از ذا بوينت اوف امباكت الكونتر كو اوبوزيت ذا بوينت اوكي الكو نتيجه ايه؟ الاكسلريشن اوف ذا هيد الهيد اكسلريتر لحقت البرين والكو ديسلريشن اوف ذا هيد اوكي الهيد وقفت وبعد كده البرين متحرك مستمر حركته وراح هو اللي لاحق الانر اسبكت بتاع السكان اوكي الكو نتيجه لايه؟ الاكسلريشن ده في صوره ايه؟ في صوره سكان ديفورميشن يعني الاوبجكت خبط الهيد في الحته دي عمل لها اكسلريشن وعمل لها شويه ديفورميشن فقربوا من بعض الانر اسبكت قرب من الفرونتال كو ده او ذا بوينت اوف كونتر لكن هنا حصل ايه؟ البرين ما حصلش ديفورميشن ولا حاجه ده البرين اتزحلق ولحق الريجولر كونتور بتاعة السكان من جوه. يعني لما وصلت في القصه دي هنلاقي لو انا عندي بوينت اوف امباكت عند الاوكسبت يبقى الكو فين؟ عند الاوكسبت الكو يبقى الكونتر كو عند الفرونت الكو لو انا عندي بوينت اوف امباكت عند ايه؟ عند الفور هات يبقى الكو فين؟ عند الفرونت الكو والكونتر كو عند الاوكسبت الكو لو انا عندي بوينت اوف امباكت على الليفت سايد يبقى الكو على الليفت تمبرال او البارايتال اكوردنج يعني الامباكت والكونتر كو على الرايت تمبرال او البارايتال متفقين؟ ومتفقين ان هما ممكن قوي يحصلوا زي طيب ايه اللي ممكن الامبورتنس بتاع الكونتيوشن دي؟ ان في امبورتنس بالنسبه للفيزيشن وفي امبورتنس بالنسبه للاستيرنس ماشي؟ الفيزيشن مش لازم يشوف كده عندي ساعه اكسترنال تروما يعني انا شايف الوند مثلا في الحته دي او شايف فراكشر في المكان ده بالاكس راي يبقى انا متوقع ان الانترا كرانيال انسل بس ان ذات ان ذات بارت لا ممكن ان ذات بارت ممكن تبقى ان ذا اذر بارت اوكي وبرده نفس الكلام الاسيلنت او الاسيلنت ديفنس ممكن يقول يا جماعه لا ده انا خبطته الناحيه دي في الراي وبعدين ماليش دعوه بالناحيه اللفت بقى ده اشوف الفايندنج بتاعت الورقه وبتاع الاوتوبسي قال ده عندي هيماتوم على اللفت سايد وانا الخطه بتاعتي كانت على الرايت سايد شوفوا بقى ايه اللي حصل له هو الناحيه الثانيه انا مالي ومال الناحيه الثانيه ها يبقى انا بقى دلوقتي اقدر اجاوب على الاجابتين دول على السؤالين دول بايه؟ اه لا انت ليك دعوه بالناحيه الثانيه لان انا عندي حاجه اسمها كو كونتر كو وبقول يا دكتور انت لازم تبقى ما تبقاش جايد بس بالاكسترنال وود في السكال او السكات لا لازم تبقى متوقع ان يكون في مالتيبل انجريز اوبوزيت للبوينت اوف امباكت. كده خلصنا الفوكل ندخل بقى في الديفيوز اللي هو نمبر 1 الكونكشن او الارتجال بتاع ايه الكونكشن ده؟ الكونكشن ده كلينيكال ستيت. كلينيكال ستيت يعني غالبا ما بلاقيش اي حاجه اوتوبسي فايندنج تمام؟ يعني this is clinically manifested state بتاعت ايه؟ بتعمل لي ايه؟ بتعمل ترانزيت لوس اوف كونشس بيبقى يدخل في كوما كوما وده نتيجه لايه؟ نتيجه لديستربنس في الفانكشن او انفيرت سيريبرال فانكشن اللي هي الرجه بتاعت الدماغ. ليه بتحصل الكلام ده؟ ايه الميكانيزم؟ التروما بتعمل ايه؟ التروما بتعمل لي فايبراتوري ويف الرجه تمام؟ والفايبراتوري ويف دي بتاثر على البرين اللي من ضمن البرين حاجه اسمها ريتيكولار فورميشن. الريتيكولار فورميشن ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الكونشس بتاع البني ادم الكونشسنس ده فيحصل التريت في الكونشس ستيت بتاع الانديفيدجوال. اوكي؟ طيب الكونكشن ايه الكلينيكال بيكتشر لما يبقى الكونكشن بيبقى مانيفست ازاي بيحصل له؟ لوس اوف كونشس لوس اوف كونشس ده ايه الافريج بيريز بتاعته؟ ربع ساعه 15 دقيقه اقل من 6 ساعات طيب اني واي اقل من 6 ساعات يعني انت يقول لك عارف 15 دقيقه يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك كده على ما يوصل لك المستشفى يكون فاق خلاص يبقى تعرف ان هو دخل في الكونكشن منين؟ من الهيستري لازم تاخد هيستري كويس قوي المهم ان هو
شرط، شرط يعني ايه؟ يعني الفيتال ساينز بالمنظر ده هاي بوتنشال، بيك رابيد بالس، التمبرتشر بيقل، والسكن بيتلج، الجسم بيبقى متلج، وتيجي بعد كده لما يفوق تساله هو ايه اللي حصل؟ ما يعرفش. عنده حاجه اسمها بوست تروماتيك امنيزيا، يعني عنده نقص في الميموري للايفنتس اللي هي سراوندينج او فولوينج. يعني يقول لك ايه، انا ما خدتش بالي غير وانا داخل العربيه النقل، انا سايق العربيه وداخل العربيه النقل بس، لكن ما يقدرش يحكي لك بقى القصه واتخبطت وعملت ايه ورجعت فين، الحته مش قادر، الحته دي كونفيوز، المنطقه دي في الميموري عنده ضايعه، كونفيوز خالص، اللي بنسميه بوست تروماتيك امنيزيا. بتاع الكونكشن ده بنعمل له ايه؟ ما بنعملوش حاجه خالص، بنحطه معانا في المستشفى، نعمل له ادمشن هوسبيتاليزيشن، نعمل له اوبزرفيشن حوالي 48 ساعه، قلنا بعد 24 ساعه لا احنا خلينا في الاحوط، هي 48 ساعه، 48 ساعه دي قبل الويب كريتيكال كير، كل 15 دقيقه اوبزرفيشن، عشان لو الفرس بتاعه نزل عند ال 60 او تحت ال 60 يبقى دخل في كومبريشن وتبتدي تتعامل معاه. تعمل له ايه في الفتره دي؟ تعمل له تدي له جلوكوز، تدي له فلويد عشان تعالج الهايبوتنشن، وعشان كمان يبقى معاه هايبوجلايسيميا، يبقى التريتمنت عموما هي ايه؟ كونزرفتيف تريتمنت اوبزرفيشن. تمام؟ دخلنا عملنا له حاجه، لا ده احنا قاعدينه معانا بنعمل له اوبزرفيشن، بنعمل له فايتاليزيشن، وبنعمل له شويه سبستيتيوشن كده للفلويد والهايبوجلايسيميا والجلوكوز. طب هو بتاع الكونكشن ده بيحصل له ايه؟ البروجنوز بتاعه يا توقعي ايه لحالته؟ توقعي ان في اغلب الاحيان بيخف ويعافى ويبقى كومبليتلي ريكفرد، بياخد له مثلا يومين ولا حاجه ويفوق ويبقى زي الفل، ما يعيش في اي مشاكل. خلاص يبقى ده المعتاد، في المعتاد. ولكن ساعات بيخش في حاجه اسمها بوست كونكشن سيندروم، هنتكلم عليها دلوقتي. ساعات يدخل في كونكشن، يعني الكونكشن ده تبقى بدايه او مرحله للكونكشن، الكومبريشن ايذر دايركتلي بيبقى دايركتلي على طول من غير ما يصحى في النص، يا اما يدخل عن طريق اللوسيد انترفل يبقى كونكشن وبعد كده يصحى فتره صح وبعد كده يخش فيه. دكتور ازاي ممكن يحصل كونكشن بس من تو كومبريشن وزاوت لوسيد انترفل؟ وزاوت لوسيد انترفل ازاي؟ شو في اللوسيد انترفل بيحصل نورماليزيشن بلاد بريشر، فعشان كده في الكومبريشن ممكن تبقى سيفير انف، يعني عشان قلت لك برضه في الابيديميولوجي ان احنا ممكن على طول تحصل لي بيحصل كونكشن، بيحصل كلينيكال واوفرلاب مع الكومبريشن على طول، لان الهيماتوم بتطلع على طول، ما بيصحاش، ما بيلحقش يصحى، يعني وزن الفتره اللي هي بتاعت ست ساعات بتكون الهيماتوم اتكونت ودخل فيه الكونكشن. مش شرط يصحى، مش شرط يصحى، سيفير هيماتوم او سيفير تير والدنيا وكده، لكن احنا لو سمور تير وهايبوتنسيف ومش عارفه ايه ما بيميزش. تمام؟ وممكن تبقى ماني كونكشن بس يبقى فيتل، فيتل كونكشن، هو ما دخلش في كونكشن ولا حاجه، هو لسه في كونكشن، ولكن فيتل كونكشن عمل بقى مش بس الريتيكولار انفورميشن هو اللي اتاثر قوي، لا ده كل البرين سنسرز اتاثرت قوي، حصل لها ديس فانكشنال دامج او التريشن في الفانكشن بتاعتها، ويموت من ديس التريشن ان ذا فانكشن، وده ان رير كيس. اوكي؟ نبص بقى على البوست كونكشن سيندروم. هو البوست كونكشن سيندروم دي بيعاني من العيان، اولا بيدخل في البوست كونكشن سيندروم، بياخد له مثلا من يومين لاسابيع، يعني شهر شهرين بالكثير ولا حاجه. تمام؟ يشتكي من ايه العيان بعد كده؟ تروما، وبعد معانا من الكونكشن، ودي مهمه جدا يا جماعه، واحنا بنتعامل مع العيانين بنعمل لهم فولو اب وبنعمل لهم ري اشورز، ونقول لاهليهم ولاهلهم ان العيان بتاعنا ده اللي هو بتاع الهيد تروما، لا توقعوا منه هو مش هيبقى مظبط، هيبقى ساعات مش مركز قوي، ولازم في الشغل بتاعه يعرفوا كده. ممكن يبقى كونفيوز، يبقى على طول بيعاني من يشتكي من صداع، السليب سايكل بتاعته ما تبقاش، يدخل في ارق، يدخل في نيلان الصبح ما تبقاش مظبطه، يدخل في ديزنس نفسه غم عليه على طول، مش ما فيش تركيز، بينسى كتير، الريتم يعني ايه؟ يعني زهقان، يعني مش متعاون. تمام؟ يعني تيجي تقول له على حاجه مش طايق نفسه. اوكي؟ ومكتئب، ممكن يبقى يعني ابافك كده، مش فارقه معايا، indifferent towards اي احداث بتحصل، وممكن يعاني من برضه قلق وتوتر وكلام زي كده. الكلام ده بتدخل قد ايه الحته دي من قصه البوست كونكشن سيندروم دي؟ قلنا اسابيع لشهر ولا شهرين بالكتير. طيب لو فتره الاوسب كونشس دي زادت عن ست ساعات، يبقى دخلنا في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ ديفيوز اكزونال انجري. اوكي؟ يبقى ديفيوز اكزونال انجري برضه ديسبكلينيكو زي بالظبط الكونكشن بفتره لوس اوف كونشس مور ذان ست ساعات.
يبقى هو دخل في الكوما والان كونشس اكتر من 6 ساعات فولينج التروما، ودي كومن قوي في الرون ترافيك اكسيدنتس. يعني عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا كنا عاملين رساله دكتوراه كده عن اصابات الدماغ في حوادث العربيات، وطلع عندنا 50 كيس ماتوا من هاند انجري ونسبه عاليه جدا منهم كانت ديفيوز اكسيدنتس. اوكي، يعني الرون ترافيك اكسيدنتس دي هي المين بول بتاع الديفيوز اكزونال انجري. التروما في حاله الديفيوز اكزونال انجري او تايب اوف تروما ايه اللي يعمل لي الانجري بتاع الاكزونز بتاعت النيورونز؟ الانرشيا الشير والتير التشينج ان فيلوسيتي. اوكي، لان الاكزونز دي حاجه فيري ديليكت كده واحنا يعني ضعيفه وبيك وحنينه، فاول ما يحصل شيرنج وتيرنج بين اللايرز بتاعت البرين اول ما هتطير واول ما هتاثر على ايه؟ هتاثر على الاكسس بتاع النيورونز وتعمل ديسربشن للكوميونيكيشن بتاع البرين وتعمل كيميكال تشينجز وتعمل الديفيوز اكزونال انجري. الديفيوز اكزون ممكن تعمل ايه؟ ممكن يعمل دامج تمبري وده قليل، ممكن يعمل بيرمننت وايد سبريد دامج ويباس على طول، ممكن يتصرف الناس على طول لان السنترز الاكسنت السنترز الكبيره اتصلت فيموتوا. اوكي، الديفيوز اكزونال انجري هو انا بلاقي حاجه يا جماعه في الاوتوبسي اجي افتح الدماغ وافتح البرين الاقي حاجه بعينيا كده جرس، ما الاقيش اي حاجه، لكن بلاقي بالمايكروسكوب بشخصها بعد كده بالمايكروسكوب وبزبط السكشن بتاعتي بتاعت الباثولوجي بتاعت البرين سبيشالست تينز تينز معينه مش هيماتوكسين ويسين والحاجات دي، لا سبينز مخصوصه. بنلاقي ايه بقى؟ بنلاقي الاكسنز ادي النيرفز وادي الاكسن بتاعتها، بنلاقي الاكسن حصل لها تيرز كده مطيره، ولما الاكسن بتطير بالمنظر ده بص تلاقيها اخرها في بلج. اوكي، تلاقيها في بلج، فنلاقي البلج فورميشن ده لما نتكت البلج فورميشن ده وكمان نتكت بتشيكل هامج كده. اوكي، هنا بشخص واقول اه ده حصل ديفيوز اكزونال انجري وحصل تير في الاكسنس وحصل بالب فورميشن او بنسميها اكزونال سويلنج او بالب فورميشن، وهنا بتاكد فعلا في البوست مورتم ان هو ذا كوز از ديفيوز اكزونال انجري. هندخل بقى على السيريبرال كومبريشن. السيريبرال كومبريشن هو ايه؟ كومبريشن كومبريشن يعني انضغاط للبرين، تمام؟ والانضغاط ده يعني ايه اللي بيضغط؟ اي حاجه تضغط تزودني الانتركرانيال بريشر، تمام؟ يزيد عن 10 15 ملم مركبي يعني 5 مينتس خلاص؟ دكتور عبير امبارح بتقول لي ايه؟ انا عارفه يا عبير ان انت مش هتخلصي في ميعادك 8 ونص وانا عارفه ان انت بتتكلمي كتير خلاص سيريبرال كومبريشن خلاص واخر حاجه. يبقى اي حاجه زودت الضغط في الدماغ تعمل لي السيريبرال كومبريشن. ايه اللي زودت الضغط في الدماغ بقى؟ تيومر زودت الضغط في الدماغ، تمام. ايه تاني؟ هيماتوما. هيماتوما زودت الضغط في الدماغ، تمام. هما دول ايه؟ ايه تيومر وايه هيماتوما دول؟ دول دول سبيس اوكيوباينج ليجن، تمام. اسمك ايه؟ عبد الحميد. سبيس اوكيوباينج ليجن، اي سبيس اوكيوباينج ليجن جوه الدماغ يزود لي الضغط جوه الدماغ، تمام. اي فلويد جوه الدماغ يزود الضغط جوه الدماغ. الفلويد اللي جوه الدماغ ده يا اما الديزيز برودكشن يا اما الدرينج بتاعته حصل فيه اوبستراكشن للدرينج، يبقى دول ببساطه اسباب الانكريزد انتراكرينيال انجري، يا اما سبيس اوكيوباي يا اما انتراكرينيال هامرج يا اما تيومر يا اما ديبرست سكال فراكشر، برده السكال اتكسرت والحته المكسوره دخلت كمان جوه، يبقى دي سبيس اوكيوباينج ليجن. اوكي، يبقى الثلاثة دول اكزامبلز دي سبيس اوكيباين ليجن، يا اما حصل بقى ايه السوائل اللي جوه الدماغ، حصل انديما مثلا نتيجة اي اريتيشن ولا اي كونجيشن، حصل انديما نتيجة انفكشن، ماشي، حصل انكريز سي اس اف اوبستراكشن زي في الهيدروكيفلس، او حصل الاوبستراكشن زي في الهيدروكيفلس او البرودكشن الزيادة زي في حالات الانفكشن والمنجنس. اوكي، يبقى دلوقتي ايه؟ يبقى يا اما سبيس اوكيباين ليجن يا اما السوائل جوه مش ليجن بعينه بقى، لا ده سوائل هي اللي بتزيد للاسباب الاتيه اللي هي انفكشن او برين اديما او هايدروكيفلز او وات ايفر. اوكي؟ طيب السيريبرال كومبريشن وده اهم سلايد في القصه لحالها ان احنا نعرف الستيج بتاع السيريبرال كومبريشن. اوكي؟ السيريبرال كومبريشن اول ما يحصل
انضغاط للبرين ايه اللي بينضغط الاول؟ الفينس. ليه الفينس بينضغط الاول؟ عشان بس اما الفينس بينضغط اللي هي الثين وولد فيسلز. اوكي؟ يحصل ايه؟ لما الواحد كده يلبس الشراب والشراب يحصل الفينس ابستراكشن، والفينس ابستراكشن يعمل ايه؟ يعمل ايديما. تمام؟ ولما الايديما تحصل والبرين يبقى ايديماتس، العيان يبقى ويحصل irritations في البرين سنترز كلها. تمام؟ يبقى stage of irritation. تمام؟ طيب نيجي بعد كده الضغط يزيد وما عملناش دي كومبريشن، يدخل العيان في ايه بقى اللي هينضغط بعدين؟ الارتريز. الارتريز اللي هي thick wall، ويحصل فيها لما الارتريز تنضغط تتقفل، يبقى دلوقتي يحصل هايبوكسيا لان الفاسكولار سبلاي كده امبيدد والاكسجين مش واصلني، فيحصل هايبوكسيا ويحصل انوكسيا ويحصل باراليسز. تمام؟ طيب ضغط بزياده، البرين تيشو نفسها هي اللي تروح طالعه بره مكانها، يعني مش باسلز بقى، لا ده البرين تيشو نفسها، البالك بتاع البرين تيشو داخل في هيرنيات، يروح نازل بقى هيرنيات تخرج من مكانه. هيرنيات بقى يروح فين؟ اعظم هيرنيشن او اهم هيرنيشن ان البرين يبقى هيرنيات، البرين لسه مش هيرنيات جوه الفورم الماجنم، ينزل وينضغط ويتخنق جوه الفورم الماجنم، ويحصل داس في الحالات دي، لان لما في برين بيتخنق جوه الفورم الماجنم تمام، والكارديو فاسكولار سنتر ويموت البني ادم. يبقى الستيجز دي الريتيشن نتيجه لايه؟ كومبريشن اوف ذا ثين وولد برينز، باراليسيس كومبريشن اوف ذا ثين وولد ارتريز، اند هيرنيشن از كومبريشن اوف ذا برين سبستنس، وهي دي قصه الكومبريشن. عشان كده لما نيجي نبص على الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكومبريشن هنلاقي ايه؟ اول حاجه عنده هيستوري بتاع التروما، لسه ريسنت او باثولوجي عن سبيسيفيك فايلوجين او واتس ايفر، خلينا في التروما لان احنا بنتكلم على التروماتيك كومبريشن، وبيحصل عنده لوس اوف كونشس جرادولي. تمام؟ وتلاقي البني ادم ايريتبل. ايريتبل يعني ايه؟ زهقان ومش طايق نفسه، ديسورينتد مش مركز، كونفيوزد، وتلاقي عنده ساينز اوف انترا كرانيال بريشر. ايه الساينز بتاعت الانترا كرانيال بريشر؟ تشتكي من ايه العيان؟ تشتكي من الهدف، بروجكتاين فوميتنج، وبلورد فيجن دلوقتي جاي للبابيلي ديما او الديما بتاع الاوبتيكس. تمام؟ تشتكي من ايه كمان؟ تشتكي من او نلاقي عليه كمان الساينز اللي هي نلاقيه سخن ولع عشان السيريبرال فيفر. تمام؟ والافكشن بتاع الفيتري بلاتري سنتر. طب ونلاقي عنده فايتال ساينز شكلها ايه؟ نلاقي الباس فول بس سلو، يعني براديكارديا لكن فول باس. تمام؟ مش بيك باس. تمام؟ نلاقي ضغطه عالي، ونلاقي البريزنج بتاعه الريجلر وسلو، وده اللي بنسميه ترايات، ده بنسميه ايه؟ كوشن ترايات. تمام؟ طب نلاقي في حاجه اسمها ساينز اوف لاترالايزيشن. ساينز اوف لاترالايزيشن دي بلاقيها بدور عليها في البيبلز، بدور عليها في الليبز، بدور عليها في البيبلز بلاقي ايه؟ بلاقي عليها في المنظر ده كده، واحده مايوتيك وواحده دايليت ستيج معينه. طب ليه بيحصل المايوتيس والدايلاتيشن دي؟ عشان بيحصل كومبريشن اكسي لاترال مايوتيس ده المدريانس فولود باي العكس. احنا بنقول ايه؟ هو بيضغط على النيرفز سبلاي الايز، والنيرفز السبكرينيال نيرفز لو انا ضغطت على الناحيه اللفت الناحيه اللفت بتتحل بتتاثر، وبعد كده الناحيه الرايت بتتاثر، الكومبريشن بيزيد. في صوره الريتيشن الاول، والريتيشن بيعمل لي ايه؟ مايوز. بعدين باراليسيس، باراليسيس يعمل لي ايه؟ مدريز. تمام؟ وبعد كده ده على انهي ناحيه؟ ابسيلاترال. تمام؟ لان كل كرينيال نيرف بيسبلاي ذا سيم سايد، الكرينيال نيرف الشمال بيسبلاي الناحيه الشمال، والكرينيال نيرف اليمين بيسبلاي الناحيه اليمين. وبعد كده الكومبريشن لو زاد، بص تلاقي الناحيه الثانيه كمان حصل لها كومبريشن، يبتدى على الكونترا لاترال سايد بيحصل مايوز اند ذن دايلاتيشن، وفي الاند ستيج بيبقوا الاثنين ايه؟ دايليتد. تمام؟ نيجي بقى للايه؟ ثاني حته ببص فيها على الساينس اوف لاترالايزيشن هي ايه؟ هي الليمس. تمام؟ الليمس بقى عندي حاجه اسمها كورتيكو سباينال تراكت. تمام؟ السبلاي بتاع النيرف بتاع الليمس حاجه اسمها كورتيكو جاي من البرين نازل على الايه؟ على السباين. كورتيكو سباينال تراكت. الكورتيكو سباينال تراكت دي بتيجي هنا يحصل لها ايه؟ خلاصين ديكاستريشن. تمام؟ بحيث ان الناحيه اليمين تسبلاي الجنب الشمال، والناحيه الشمال سبلاي الجنب اليمين. تمام؟ عشان كده انا لو عندي انسلت في الكورتكس على الناحيه اليمين هيبقى مانيفست الاول ايه؟ على الجنب الشمال.
عشان الديكاستيشن بتاع الكورتيكو سبايلر تريت. تمام؟ طيب يعمل لي الاول ايه؟ الروتيشن، ستيج اوف الروتيشن في صوره ايه؟ ويتشز وهايبر ريفلكسيف. تمام؟ وبعد كده ادخل في ستيج اوف باراليسيس، يعمل لي بقى ويكنس وباراليسيس في الناحيه الشمال. تمام؟ يبقى لما الاقي افكشن على الجنب الشمال يبقى الانسان بيدنوت ايه؟ ان الانسان ده على الناحيه اليمين. مفهومه دي يا شباب؟ الساينس اوف لاترلايزيشن، الفرق بين الكرانيال نيرفز والفرق بين الكورتيكو سباينال تراكت. اوكي؟ وباس كلمه بيتشر اوف تروماتيك كومبريشن فيري امبورتنت يا جماعه. بنعالج ازاي الكومبريشن؟ بنعالجه اوبرتيف، بنعالجه بحاجه اسمها دي كومبريشن اوبريشن. يعني نيجي على الباب، احنا خلاص عملنا لوكيشن بقى بالساينس اوف لاترلايزيشن وعملنا له سي تي وعملنا كل حاجه وعرفنا ان هي في الحته دي. اوكي؟ ابتدي افتح ادخل العمليات وافتح في المكان ده، شلت الثلاثه هم من التيشوز الاكسترا كرينيال تيشو، وبعد كده عملنا فتحه في السكال اسمها اتريفاين اوبريشن، شلنا البونه دي عشان نوصل للهيماتومه اللي تحتيها، شلنا الهيماتومه ونضفنا وقفلنا الدنيا تاني. وديس از جي كومبريشن اوبريشن. اوكي؟ ولكن طبعا احنا قلنا السكال الهيدنج بتاعها بيبقى شكله دي ممبرينس الاورجز فيرتكس اوف السكال بالنسبه كتير باي ايه؟ باي ممبرين. فطبعا البني ادم بعد ريفاين اوبريشن بيبقى بيعاني من بيرمننت انفيرمتي اللي هو لايف بقى الماينر تروماتا والسان ستروك والكلام ده. طيب الديفرنشيشن ده جميل جدا ده موجود عندنا في الكتاب الجدول اللي هو بين الكونكشن وبين الكومبريشن. الفرق بين الكونكشن والكومبريشن هو الكونكشن ده ايه الميكانيزم بتاعه؟ ايه الميكانيزم بتاعه؟ ديسترب فانكشن، ده فانكشن، ده كلينيكال كونديشن. ولكن الكومبريشن ده ايه الميكانيزم بتاعه؟ دي فعلا في حاجه يعني ماديه عملت لي انكريز الانتراكرينيال بريشر. اللوس اوف كونشس في حالات الكونكشن سادنلي، ولكن اللوس اوف كونشس في الكونكشن جراديوال. الفايتال ساينز مختلفه ما بين الكونكشن والكونكشن. البلس في الكونكشن رابيد ويك بلس، سب نورمال تمبرتشر، لو بلاد بريشر، رابيد شانل ريسبيريشن. وعكسه هو انا عندي سيريبرال فيفر بتاع الكومبريشن، عندي كوشن تريال اللي هو سلو فول بالس، هاي بلاد بريشر، هاي تنشن، سلو ريجولر ريسبيريشن. اوكي؟ السايز اوف انترا كرينيال بريشر اللي هو الهيدنج الفوميتنج البابليديما، اند سايز اوف لاترلايزيشن اللي هو عند البيبل وعند الليبس، دول بيبقوا نيجاتيف في حالات الكونكشن لان انا ما عنديش انترا كرينيال تنشن انكريز، ولكن بيبقوا بوزيتيف في حالات الكومبريشن. والتريتمنت كونزرفتيف في الكونكشن و اوبرتيف في الكومبريشن. في جماعه يعني انا اخترت الكتاب من دكتور عادله. خلاص هكمل الاكسبلوجن يا رانيا اكيد ان شاء الله. انا يعني مجهزاها وهكملها، وزي ما قلت لكم اليوم بتاع الجينيتكس هيبقى صغير ونمو ان شاء الله. ان شاء الله بكره ناخد الاسفيكسيا. لا، بكره اسفيكسيا ان شاء الله. لا، بكره اسفيكسيا. ماشي، اوكي. لا، انا هبقى.